أهلا بكم أيها الرائعون. في كثير من الأحيان قد نتعرض لبعض المواقف المستفزة لنا، وأحيانا نشعر باحتقار الآخرين، وكثير أيضا من الناس تظل هذه المواقف راسخة في أذهانهم طويلا وتؤثر بشكل سلبي على ثقتهم ومستقبلهم. لكن ما ينبغي استخلاصه من هذه المواقف أنها أحيانا تكون هي الشرارة الحقيقية لتغيير حياتنا، وبالتالي ينبغي أن نشكر هؤلاء ولو مع أنفسنا لأنهم كانوا سببا مباشرا لتحفيزنا نحو الأفضل. وأحيانا هذه المواقف قد تبين نقاط ضعفنا، وبالتالي لا ينبغي دائما أن تستحوذ سلبيا على تفكيرنا، بل نجعلها وسيلة للرد على هؤلاء وتلقينهم طبعا درسا لن ينسوه أبدا. وهنا أستحضر قصة أحد الطلاب أثناء مقابلة ولوج سلك المصدر بإحدى الجامعات، وكيف تعرض للسخرية المطلقة لأنه لا يتقن إحدى اللغات. في موقف جد محرج للغاية، بل أن أحد أعضاء اللجنة المقابلة لم يكتفي بالسخرية والضحك على هذا الطالب، بل قام برمي بطاقته التعريفية من النافذة في مشهد مستفز للغاية. كان هذا الطالب مجروحا بقوة وحزين جدا لأنه تعرض لسخرية لا تطاق. التقى بعد ذلك بأحد الأشخاص الحكماء الذي قال له بعد أن سمع قصته: طبعا ينبغي عليك أن تشكر هؤلاء الأساتذة لأنهم كشفوا لك واحدة من أهم نقاط ضعفك. حيث بقي هذا الطالب مذهولا للوهلة الأولى، ثم قال له: عليك بالتسجيل أولا في إحدى مراكز اللغات وتجتهد أكثر حتى ترد الاعتبار لنفسك. وفعلا هذا ما قام به هذا الطالب الذي استمر لسنة كاملة بجهد وفير يتعلم اللغات، وفي السنة الموالية تم قبوله بسهولة في عدة جامعات، وكان عليه حينها أن يختار واحدة، فالتجأ إلى الرجل الحكيم مرة أخرى الذي نصحه طبعا، وتم قبوله في جامعة أرقى بكثير من جامعته الأصلية. لذلك لا تجعل من الاستفزاز وسيلة لتدمر نفسك، بل اجعله حافزا نحو انطلاق أقوى وأفضل. بهذه الطريقة سوف تلقن من يستفزك درسا لن ينساه أبدا. أخبروني في التعليق عن أبرز المواقف التي تعرضتم فيها للاستفزاز وكانت دافعا لانطلاقتكم نحو حياة أفضل. يوسف حسن، في أمان الله.